علاش تم القمع ديالو والتكميم ديال الافواه ديالو. الطبيب الداخلي اليوم ماذا تنسي حاجه للعين مطلب تنسي حاجه مطلب غير انه يمارس حقه القانوني الدستوري انه يصفق ديالو داخل الكليه ديالو اللي هي في الاصل ديالو وكيتم المنع ديالو من الولوج ديالها. الاداره حاليا اليوم بينت على الفشل ديالها في علاج المشاكل وفي علاج على جميع المستوى ديال الفاشل ديال الاداره ديالنا اليوم. سير اللي خلى ان الاطباء الداخليين في اكادير في سابقه في تاريخ المغرب جميع الاطباء الداخليين التحقوا في التخصصات ديالهم ومازال الطبيب الداخلي في اكادير مازال ما التحق. دكتور يوسف حدزين طبيب داخلي بالمستشفى الجامعي لأكادير. هذه الوقفة هذه اللي منظمينها الأطباء الداخليين تأتي كاستمرار لمسيرة نضالية اللي بدأت هذه 6 أسابيع بإضراب على جميع المصالح الاستشفائية في ظل تعنت إدارة المستشفى الجامعي وكذا العمادة ديال الكلية في تحقيق المطالب ديال الطبيب الداخلي. القضية ديال الطبيب الداخلي اللي ولات معروفة ولكن ما فيها بس نزيد نوضحوها أن الطبيب الداخلي إلي هذه 3 سنوات باش تعين في المستشفى الجهوي وليس مستشفى جامعي اللي من المفروض أنه يكون في مستشفى جامعي تحط في واحد المستشفى جهوي اللي ما كيتكونش على أدنى مشروط تكوين. يعني أنا الطبيب الداخلي اللي المفروض أنه يتكون في مستشفى جامعي ما كيتكونش في هذا المستشفى اللي مفتي تكونش حاليا في المستشفى الجهوي لأن المستشفى الجهوي هو في البداية أولا وأخيرا تدار لتقديم خدمات طبية فقط وليس خدمات تكوينية. فهنا نحن في موضع تساؤل، لماذا تم تعيين طبيب الداخلي والمستشفى الجامعي مازال ما كاينش؟ هذا هو السؤال الاول. لذلك المطلب الاول اللي كيجي هنايا هو التسريع في وتيره الاشغال في بناء المستشفى الجامعي. ثانيا ان الطبيب الداخلي ملي جا المستشفى الجهوي كيتفاجئ في انه ما كاينينش ادنى شروط الاشتغال، الماتيريال ما كاينش، ظروف الاشتغال ما كايناش. لذلك فالطبيب الداخلي يطالب بتحقيق شروط الاشتغال ويطالب بتوفير الامكانيات من اجل الاشتغال. الحاجه الثانيه ولا المشكل الثاني اللي كاين سي انه الطبيب الداخلي كيشتغل في المستعجلات وكيشتغل في المصالح الاستشفائيه لمده تتجاوز 60 ساعه تقريبا في الاسبوع او اكثر، تصل بعض الاحيان الى 80 ساعه في الاسبوع، وبالرغم من هذا فهو لا يتوفر على تغطية صحية. إذ لا يعقل أن الطبيب الداخلي يتعرض لهذا الشيء هذا كامل وكيخدم في هذه المدة هذه كاملة وفي ديك المخاطر كلها وما عندوش تغطية صحية. إذن فالمطلب اللي كاين عاوتاني هو أن الطبيب الداخلي أنه تكون عنده تغطية صحية، والطبيب الداخلي كذلك من المطالب اللي عنده أنه في القانون يضمن للطبيب الداخلي أنه يكون عنده مسكن قريب من المستشفى، بحكم انه في اي لحظه نقدروا نعيطوا له باش انه ينضم يجي باش يقدم له الخدمات الطبيه ديالو، الماكل وكذا المشرب. هنا كنجيو كنلقاو الطبيب الداخلي منذ 3 سنوات وهو محروم من هاد الحقوق هادو، وما كايناش ما كاينش تعويض على هاد على هاد على هاد الحق هذا اللي ما عندوش. يعني ما عندوش الماكل والسكن عاد مؤخرا كيعطوه له وبعيد على المستشفى الجهوي وبدون تعويض. هذا من الاشكالات اللي كاينين. والاشكال الذي كما كنقولوا القشه التي قسمت ظهر البعير ان الطبيب الداخلي هو عنده عقده، عنده واحد الاتفاقيه مع 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 الوزاره ان الطبيب الداخلي ملي كيسالي سنتين من في الداخليه يمنح حق اختيار تخصص كيف ما كان. فاذا بنا نتفاجأ ان العماده وكذلك الاداره ديال المستشفى الجامعي ترفض تعيين الطبيب الداخلي في التخصصات التي يريدها. فكما كنشوفوا اليوم الوقفه ديال اليوم هي وقفه صامته تاتي في كمحطه
في محطات المسار النضالي للطب الأطباء الداخليين من أجل نيل الحقوق ديالهم. معكم سناء جبل طبيبة داخلية في المستشفى الجامعي أكادير. باش نقربوا المواطن شنو كنديروا، خاصو يعرف باللي كاع الأطباء الداخليين في المغرب كيستمتعوا بالحق كاع الحقوق ديالهم اللي مشروعة قانونيا، وهي حق في المأكل وفي المشرب وفي مكان تكوين كيستحق التعب ديالهم، وفي التغطية الصحية أثناء ممارسة العمل ديالهم، وكذلك وأهم حق وهو اختيار التخصص اللي باغيينه، لأنهم ضحوا بعامين ديال التكوين ديالهم من أجل هذا الحق بالضبط. حنايا في أكادير ما كنستمتعوا من حتى شي حق من هذه الحقوق، ودابا ولجت ثالث بروموسيون. لا يعقل ان مازالين كيحلوا مباراه الولوج للاقامه الوغ كو ما كاين حتى شي حاجه كتخلي الواحد يتشجع انه يدوزها. ودابا كما كتشوفوا معنا دايرين وقفه صامته حدادا على كرامه الطبيب، لان الاداره كتمنعنا من الحق ديالنا حتى في الاضراب، وكتمنعنا من الولوج ديال الكليه. كتحاول تمارس معنا جميع سياسات القمع من نهار بدينا هذا الاضراب هذا على حقوق ديالنا اللي هي حقوق مشروعه، وما كنطالبوش منها شي حاجه غير معقوله، بل كنطالبوا بشي حوايج اللي معقوله جدا واللي من السهل انها تحققها لنا، ولكن هي كتقمع فينا من نهار بدينا الاضراب. ودابا حنايا في الاسبوع السادس ديالنا ديال الاضراب. اللي خصها تعرف باللي حنايا جينا خلينا العائلات ديالنا وخلينا الكليات الاصليه ديالنا باش نجيو نخدموا هذه الجهه، يعني حنا جينا محاربين من الاول وغادي نبقاو محاربين الى اخر نفس، ما غاديش نستسلموا، لان ما وقعدنا ما نخسروا. غادي نحاربوا المستقبل ديالنا ولو ما نعرف شنو يكون، لان ما كنطالبوش شي حاجه ني في مصلحتنا ني في مصلحه الناس الاخرين، سخط المواطن المغربي. حنا كنطالبوا بتكوين مزيان باش نكونوا كفء، وكنطالبوا بحقوق اللي غتخلينا نمارسوا العمل ديالنا وحنا مرتاحين. دابا غادي نستمروا حنايا في التصعيد حتى النهار غادي نحققوا كاع المطالب ديالنا. دكتور مساوي عبد الجبار، طبيب داخلي بالمستشفى الجامعي لأكادير. اذا كيف كتعرفوا يعني بعد سنتين ما تم تعيين الاطباء الداخليين اللي تابعين للمستشفى الجامعي هنا بأكادير، جينا تفاجئنا لقينا راسنا اولا معينين بمستشفى جهوي، يعني اللي هو المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، الذي لا يتوفر يعني على اقل التهيئات ولا على اقل يعني الوسائل لا العمل ولا التكوين الاكاديمي لنا. فبعد سنتين وحنا كنراسلوا اداره المستشفى الجامعي واداره كليه الطب والصيدله، لكن مع الاسف منذ البدايه كانت سياسه الاذان الصماء اللي مشات بينا يعني سنتين، اللي حنا الان كنمثلوا ثلاثه ديال الدفعات بدون اي اجوبه مقنعه. فلقينا راسنا بعد سنتين محالين الى عطاله اللي دخلت في الاسبوع ديالها السادس في ظل سياسه الاذان الصماء، واللي كينتهي بين المطاف يعني في الاسبوع السادس ديالها الى كنلقاو راسنا امام سياسه قمع جديده كتمارسها في حقنا كليه الطب والصيدله، اللي منعتنا من الولوج الى باو كليه الطب باش نمارسوا الوقفه ديالنا اللي هي وقفه سلميه كنعبروا من خلالها على المطالبه بالحقوق ديالنا اللي كتمثل وكنقولوا وكنكرروا دائما في حقوق خبزيه، يعني مطالب بسيطه جدا كيتوفروا عليها جميع الاطباء الداخليين باقي المستشفيات الجامعيه، اللي كتمثل في الحق في المسكن والمأكل والتغطية الصحية وحقنا في الولوج إلى التخصص الحر. لكن مع الأسف ما كانت قابلوا إلا بأذان صماء، وثم بعد الأذان الصماء كانت قابلوا بالقمع ويعني وبسياسة هزلية مع الأسف الشديد. فكنتمناو أن الملف ديالنا يتخاذ بعين الاعتبار ويتخاذ بجدية أكثر، لأن هاد الأطباء الداخليين كيف قلت كيمثلوا الدعامة الأساسية للمستشفى الجامعي لأكادير، لا على مستوى قسم المستعجلات اللي كيسهروا يعني ليلا ونهارا دابا منذ سنتين على خدمة صحة المواطن بالمنطقة، ولا كذلك على مستشفى ولا كذلك على مستوى المصالح الاستشفائية. لكن مع الأسف يعني تمت الإحالة ديالنا إلى العطالة اللي دخلت في الأسبوع ديالها السادس كما قلت وكررت في ظل سياسة صمت هزيلة ومخزية في الحقيقة. و مع الاسف الشديد يعني كنتمناو كما قلت ان الملف ديالنا يتخاذ اكثر باكثر جديه. معكم دكتور سكينه صفدي، طبيبه داخليه في السنه الاولى. اليوم الى جينا وقفنا هنا وقفنا بهذا الشكل ديال وقفه صامته، فهذا رد فعل على الادارتين اللي كيتعاملوا
تماطل وتاخر في رد الفعل ديالهم مع المطالب ديالنا. حنا درنا سلسله من الوقفات كنطالبوا فيها بمطالب مشروعه اللي ما بينتها حق في تكوين محترم يليق بطبيب داخلي. حنا الان نتواجد في مستشفى جهوي، الساعه ديالو غير كافيه، عدد غير كافي من القاعات البيداغوجيه، عدد غير كافي من المرضى، بل وفوق هذا الشيء ما كاينش ان بودجي يعني مال موفر ومخصص من اجل الطبيب الداخلي باش يمارس ويتكون في احسن الظروف ويبدا التخصص ديالو. هذا الشيء كندوي عليه منذ سنتين، الى جانب مشكل الماكل، مشكل تغطيه صحيه غير متوجهتين. إذا بنا نجد نفسنا قبل تقريبا 6 أسابيع أمام رفض إدارة المستشفى الجامعي للتخصصات ديال الأطباء الداخلين ديال السنة الثانية، هما كان خاصهم من هنا 6 أسابيع يكونوا بداوا التخصص ديالهم، وهذا الشيء تابع للقرار اللي سنيناه مع وزارة الصحة في سنة 2011 بأن الطبيب الداخلي عنده حق في اختيار الحر للتخصص، لكننا نجد نفسنا في أكادير اللي هي دائما استثناء أمام رفض ديال الإدارة. عبرنا على هذا الشيء، درنا بلاغات، درنا وقفات، واليوم نجد نفسنا ممنوعين من ولوج الكلية التي نحن نتابعون لها، هي كلية الطب والصيدلة في أكادير. المسؤولين رفضوا الدخول ديالنا، وحنا كرد فعل دايرين هذه الوقفة الصامتة باش نعبروا على السخط ديالنا، على الاستهزاء والتماطل ديال الإدارتين في التعامل مع المشاكل ديالنا.